أهلا مرحبا بكم مجددا يا جماعة. اليوم في تحذير، اليوم قبل ما نعرض العود، هذا العود قنبلة موقوتة يا جماعة، راح نسمع بعد شوي إن شاء الله. مواصفات الوجه من السيدر، الظاهر من القيقب والفنجي الألماني، إضافة للزند والبنجق بالكامل. المفاتيح والمسطرة من الأبانوس درجة أولى. شو عندنا كمان؟ قياسات العود للعرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، عرض العظم 3.9. الزند عيالي، من هون بقدر أتحكم بالدوسة من خلال الشد والرخوة. هذه الميزة تحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت، وكذلك بتمكننا من التحكم ببعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسة. هذا العود يأتي مع شهادة الضمان الذهبي لمدة 5 سنوات، على الدوسة تبقى قريبة بدون أي مشاكل. خلينا نقيس الدوسة. أنا على الصفر. جماعة الدوسة كثير قريبة والله. خلينا نشوف. بسم الله. أوكي. واحد ونص ميلي يا جماعة. 1.5 ميلي. في دوسة هوا. في دوسة. ملاحظين مدى السلاسة ما شاء الله. طيب الأوتار عندنا من أورورد وزان فافا. خلونا نسمع الوت. يلا بسم الله. Thank you.
شي رائع. انا مش قادر اوقف عزف صراحه، مش قادر فحنهي واكمل. طيب خلينا نجي للاختبار الاخير على العود. اللقاء